بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع خاطرة بعنوان همسة في أذن صائم. أخي يا من سره دخول رمضان، وهنيك بشهر المغفرة والرضوان، وهنيك بشهر العتق من النيران، فرصة لا تعوض على مر الأزمان، وموسم خير فاحذر الحرمان. ما من ليلة ينقشع ظلامها من ليالي رمضان إلا وقد سطرت فيها قائمة تحمل أسماء تقى الله من النار، وذلك كل ليلة. ألا يحدوك الأمل أن تكون أحدهم؟ إذا فدعني أسألك عن أي شيء ستمضي في ليالي رمضان. ما من يوم من أيام رمضان إلا وفتحت أبواب السماء فيه دعوة لا ترد، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فهل لا كنت من الداعين؟ ادع لنفسك، لأهلك، لإخوانك، لأمتك، للمجاهدين، للمستضعفين، ولكن كل يوم. أخي الحبيب، ما أعظم المغفرة، فلولا المغفرة لما ارتفعت الدرجات ولما علت المنازل في الجنات. فلنقلع عن ذنوبنا ومعاصينا، ولنندم على فعلها، ولنعزم على ألا نعود إليها، ونطمع في المغفرة التي حرم العبد منها في رمضان. فمتى؟ بل إن الحرمان سبيل إلى أمر خطير، يبينه هذا المقطع من حديث صحيح. يقول جبريل عليه السلام: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. أحرص على ما ينفعك فيما تبقى من هذا الشهر الفضيل. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا تمامه، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.